صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفالوكس دي زادني. عارفه بلي غبت عليكم، ولكن اليوم الفيديو تاع اليوم راح يكون مختلف نوعا ما. ما هو لا اعشاب، ماهوش وصفات تجميليه او وصفات علاجيه، وانما ممكن فكره، ممكن حاجه استفدت منها انا وحابه انفيدكم معايا. نعرفوا انه الاطفال راهم في عطله، ونحبوا انه نخلو هذاك التواصل بين الطفل والمدرسه، يعني ما نخلوهش ينسى الشيء اللي درسوا، يعني بالرغم انه العطله تكون صغيره او تكون طويله. فنحبوا انه دائما الاطفال نتاعنا يبقاو هكذا، مره نراجعوا لهم، مره نعلموهم، ولكن بطريقه تكون فاني، يعني بطريقه تكون ممتعه او ما تكونش ممله. والطفل مستحيل يقعد ويحكم الورقه والسياله ديالو ويبقى يتبع لك في الدرس، مستحيل. فاليوم جبت لكم موقعين، موقع بالعربية وموقع بالإنجليزية. الموقع الأول رائع جدا، يكون من طور 4 سنوات أو 3 سنوات إلى غاية 8 سنوات. الموقع اسمه ألف باء تاء تعليم العربية للأطفال. هذا الموقع هذا راكو تشوفوا، أنا مخليتو ممكن تعملوا له كابتور ديكرون. فوالا هذا هو ألف باء تاء تعليم العربية للأطفال. هنايا راح تصيبوا هنا تسجيل حساب. لما تسجلوا راح تدخل مثلا تكليكي في او تضغط على تسجيل حساب، تدخل اسم مثلا اسم ابنك ولكن يكون بالانجليزيه ويكون معه ارقام، تدخل بريدك الالكتروني العادي، وثم ياكد لك يقول لك اكد لي اسكو هذا هو البريد الالكتروني تاعك ولا لا. راح تاكده له، يعني تعاود تكتبه مره ثانيه. بعدها راح يبعث لك في الجيميل تاعك وبيا في لابواط ديميل تاعك، راح يبعث لك سيت وبيا هكذا موقع اللي هو تفعيل الحساب. تكليكي عليه يخرج لك هذا لاباج، تخرج لك هذا الورقه. الموقع اسمه ألف باء تاء تعليم العربيه للاطفال. لما تخرج لك هذه الورقه، هذه الصفحه هذه بهذا الشكل هذا، ممكن تكليكي في حسابي او تكليكي هنا في هيا نتعلم. لما راح تضغط عليها راح تخرج لك كما هكذا العاب ألف باء تاء التعليميه. الالعاب شوفوا مرتبه من دروس قصيره، عددها 200 درس ومرقمه تدريجيا. ايضا راهي فيها كتشوفوا العاب كلمات تامين تشوفوهم، وايضا هي مخصصه لي قلت لكم الاطفال، هي في اللغه العربيه فقط، ومخصصه للاطفال من عمر 3 سنوات الى عمر 8 سنوات، يعني عده مستويات. مثلا لما نشوفوا هنايا تعليم اللغة العربية، شوفوا شحال كاين، هذه فقط في الطور تاع تعليم الحروف، يعني للمبتدئين جدا. مثلا كاين ألعاب، مثلا لما نكليكي هنايا في ألعاب راح تخرج لي ألعاب بهذا الشكل هذا، ألعاب لتعليم العربية. فوالا هاوليك الألعاب اللي كاينين. هذا طور ابتدائي، طور يعني 3 سنوات أو 4 سنوات، عادي يتعلم في الحروف في الشكل تاعها، ما يعرف لا يكتبها لا والو، فقط يتعلم الشكل ديالها. فوالا راكو تشوفوا كيفاش. مثلا نطلع هنايا، مثلا عند كاين قصص وممكن حتى قصاصات، يعني اللي نقدو نبريموها، يعني نقدو نخرجوها. مثلا هنايا راكو تشوفوا المستوى الأول، المستوى الثاني، الثالث، الرابع، إلى غاية المستوى الخامس. هنا مثلا في القصص هذوما، مثلا في المستوى الاول، نبداكم من المستوى الاول ثم نمشوا. مثلا هذا جسمي، لما نكليكي فيه هذا جسمي بهذا الشكل هذا، راكم تشوفوا اوراق عمل للقصه. مثلا هنا تخرج لي القصه، قصه هذا جسمي، لما نكليكي فيها تخرج لي بهذا الشكل هذا. نكليكي في هذا السهم هذا، راكم تشوفوا كيفاش، شو راح نتبعكم خطوه بخطوه. فوالا انا مختبئ. بون كاين الصون هنا تسمعوها تقرا، انا مختبئ في كل صفحه من صفحات القصه، هل تجدوني من بعد. هنا باغ اكزومبل لما تكليكي فيها، فوالا هنا لقلب الصفحه قم بسحبها الى اليسار باستخدام الفاره، يعني نجيبها هكذا. فوالا بهذا الشكل هذا، ها فوالا، انف عينان. هذه الطور الابتدائي. اذا حبينا انه نرجع مثلا الصفحة أو الطور الخامس، مثلا مثلا أنا وظلي أو التنين الصغير، مثلا فوالا هنا أيضا أوراق عمل للقصة. مثلا لما نكليكي هنا نصيب القصة، تخرج لي القصة، نتيليشارجي أنديماري، يطلع لي تيليشارجمون ديالها. وهنا هاد القصاصات هادوما للتمارين، تحبوا يتعلموا سيغ هكذا في الميكروبيا في البورتاب، او يتعلم او تامبريميهم، يعني تخرجهم وتطبع هاد الاوراق هادو ويتعلمهم بالسياله ديالو، يعني تبعوا انت بالسياله ديالو، يعني بالقلم ديالو. هذه عن
الموقع الاول مثلا فيه قصص صغيره ايضا. فوالا عندنا قصص، عندنا ايضا مثلا عندنا العاب، عندنا كلمات، عندنا العاب، عندنا فوالا مثلا حروف الهمزه والتاء، هذه اللي كنت نلعبها مع بنتي السنه الثانيه، كنت نراجع لها هذه الهمزه، فوالا مراجعه الحروف. فوالا شوفوا شحال كاين، اكثر من 200 لعبه، 200 تمرين. هذه رائعه جدا، ما راحش يملوا منها، وتتاكد انه الطفل تاعك يصح انه يعني يبقى هكذا قدام الكمبيوتر او قدام الشاشه نتاع البورطابل وقت طويل، ماهيش في فايدته، ولكن حاولوا انه حتى ولو كان من الصعب انه نحوه لهم، يكون بطريقه تكون هكذا، يعني تكون بفائده، هذه هي تكون فائدة، وممكن انه نخرجوهم او نتيليشارجوهم ونخلوهم عندنا ونامبريموهم لو طون اللي نحبو، الوقت اللي نحبوه. هذه هي. اما الموقع الثاني، الناس اللي تحب انها تعلم ولادها الانجليزي، اما الموقع الثاني فهو Learn English Kids، موقع رائع لتعليم الانجليزيه الطور الاول، يعني الطفل ما يعرف حتى حاجه عن هذه اللغه وراح نعلموها له من الالف الى الياء، يعني يبدا اكيد بالسمع، وبعدها راح بالتلوين، بعدها بالتعود على الكلمات، تعود على النطق ديالهم، تعود على الكتابه ديالهم، بعدها يعني بتي تابتي او يعني مره على مره حتى يتمكن من هاد اللغه ك يعني مبتدئ، يعني الطفل الصغير. عندنا مثلا هنايا عندنا شوفوا تسجل هنا الدخول ديالك، بعدها يعني بالجيميل تاعك، بعدها يعطيك هاد الصفحه هادية. راح نخلي لكم الرابط ديالهم سواء هاد الموقع والموقع الاول في صندوق الوصف. عندنا هنايا مثلا عندنا هنا listen and watch، سواء songs سواء short stories، يعني قصص صغيرة او اغاني او read and write magazines، يعني اي حاجة انه على حسب ما انتو تحبوا انكم يعني توظفوا هاد الشيء، هاد الفنات خدوا بها النوافذ هادو فيما يناسب الطور نتاع الطفل ديالكم. عندنا سبيك اند سبيل، عندنا يعني اي حاجه انكم حول يعني حسب الطور نتاع الطفل تاع. مثلا انا راح نروح هنا للشورت ستوريز، راح نبدا فوالا، راكو تشوفوا راهي هنا مكلاسيا باغ لورد الفابيتيك، يعني بالترتيب الابجدي للحروف. عندنا هنا قصص صغيره، هذه القصص تتراوح بين دقيقتين الى 3 دقائق، راح يتعلم فيها الطفل منها، يتعلم قصه بالتكرار تاع هذه القصه، راح كل مره يتعلم كلمه. في الاول ممكن انه ما راحش يفهم، ولكن مره على مره كل مره يسمع هذه القصه راح يفهم كلمه، راح ياخذ كلمه، راح ياخذ كلمه، راح يتعود عليها، وهكذا بتي تابتي ومرة على مرة حتى انه يتمكن من هاد اللغة. مثلا القصة اللي راها فيها انا اولادي هاوليك تحاملت بهذا الشكل هدايا، هنا يطلع لك فيديو صغير فيه 3 دقائق بهذا الشكل هذا، تكليكي فيه، عندك الصوت ديالك تكليكي فيه، راح يخرج لك القصة صغيرة ومصورة قصيرة يعني القصة، وعندك هنايا في الأسفل التمرين عليها، مثلا هاد الشخصيات هادو ما تقولي له الطفل تاعك وينو هاملت باغ اكزومبل، يقول لك هذا ولا هدايا ولا هذا. بون تكليكي هنايا مثلا هذا شكون هو، مثلا هذا هاملت، نكليكي هنايا راح فوالا، وهكذا الحين ما يتعرف على كامل الشخصيات مرة على مرة بهذا الشكل هذا. فوالا اذا حبيتوا قصه اخرى او حبيتوا مثلا اغاني، مثلا هنايا اغاني قصيره، ايضا بالاغاني راح يتعلم انه النطق نتاع الانجليزيه او اي لغه. انا نعطيكم هنا تاع الانجليزيه لانه هي اللي اكثر احنا كامهات نحاولوا انه ولادنا وليداتنا يعني يتعلموها. هنا ايضا اغاني قصيره، فوالا اي اغاني قصيره بهذا الشكل هذا، فوالا هاوليك يطلع لك فيديو صغير ايضا 3 دقائق، وهذا راح يغني، انا هنا مانيش مأكتيفي الصون، راح يغني هذا الشخص هذا، وراح تسمعوها هذه كاغنيه، والطفل راح يتعود عليها. ايضا اذا حبيتوا الشيء اللي راهو ايضا وليدي محمقني به اللي هما الفانان جيمز، الالعاب، انا نروح هنا باغ اكزامبل جيمز، راح تطلع لي عده العاب، العاب فاني، العاب يعني
ممتعه وشيقه، وراح يلعب بها ويلعب بالحروف. ها مثلا كليكي هنايا learn more، راح يعطيني فوالا الالعاب. باغ اكزامبل هنايا كلين اند جريد، فوالا راح تخرج الالعاب هنايا، وراح يشوف كيفاش راح يلعبهم الطفل ديالك. هذه هي ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم. حبيت اني نفيدكم بهذه المواقع هذو، ما سواء العربيه او الانجليزيه، الرابط ديالهم راح نخليه لكم في صندوق الوصف. حاولوا انه حنا صح رانا نحاولوا انه نبعدوا اولادنا عن الشاشه تاع الكمبيوتر او شاشه البورتابل وبيا شاشه الهاتف، ولكن اذا يعني استصعب علينا الامر على الاقل يكون الاستعمال نتاعهم مو يعني يكون طريقه هادفه او طريقه تكون يعني هكذا يتعلم منها ويستفاد منها. هذه هي، حاولوا ان ننظموهم في هذا الشيء، وخصوصا في المومون تاع او الفتره تاع العطل. يا ربي ان شاء الله نكون فدتكم، ما نكونش طولت عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.